مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى الساعة الأخيرة بالأخبارية السورية في العاصمة دمشق. يقدمها لكم ناصر عقيل، ونستهلها من أهم وأبرز العناوين. وحدات من الجيش تحبط محاولة تهريب سلاح من محوري وادي العذيب على الطريق السلمي الثرية وتقضي على عدد من الإرهابيين. لافروف يؤكد أن روسيا والصين لديهما الرؤية نفسها بالنسبة للأزمة في سوريا. وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسير المناضل صدقي المقد. من أهم العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نحييكم من جديد. تلقى الرئيس بشار الأسد برقياتي تهنئة من القاضي الشرعي الأول بدمشق ووزيري الأوقاف والعدل والمفتي العام للجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هذا وقال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي: يسعدني أن أرفع لسيادتكم أنه ثبت بالوجه الشرعي لدى المحكمة الشرعية أن أول شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية هو السبت الموافق لليوم 27 من شهر أيار لعام 2017 ميلادية. وأضاف المعراوي: أدعو الله العلي القدير أن يمدكم بالقوة والعزيمة وأن يعيد هذا الشهر المبارك على سيادتكم وعلى أفراد أسرتكم الكريمة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة، وقد تحققت الآمال بالعزة والنصر. مفتي الجمهورية العربية السورية محمد بدر الدين حسون عايد الشعب السوري متمنيا الخير والمحبة للشعب السوري وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا. كل عام وأنت يا شعبنا السوري تنادي أبناءك في المهجر وتنادي أبناءك في كل الحدود: عودوا إلى الوطن، فهو ينتظر زنودكم للبناء وعملكم للعطاء. كل عام وأبناؤنا يتقدمون في المدارس والشهادات والجامعات ليبنوا الوطن غدا الذي حفظهم له الآباء والأجداد بأطهر الدماء. شهر رمضان شهر الخير والعطاء، شهر البركة والإيمان، شهر التراويح والفجر، شهر موائد الإفطار، شهر تتألق فيه كلمة الحب في إعلامنا وفي منابرنا وفي مساجدنا وفي كنائسنا ليعود إليها النور والضياء. كل عام وسوريا نموذج للعالم في الخير والمحبة والعطاء. ميدانيا تبعت وحدات الجيش العربي السوري عملها بتأمين طريق السلمية الثرية ونصبت كابيين حاولوا نقل ذخيرة لتنظيم داعش الإرهابي وأوقعت قتلى في صفوفهم وصادرت ذخيرة كانت بحوزتهم. التفاصيل مع مراسل الإخبارية في حماة علي شحود.
أعزائي مشاهدي الأخبارية السورية، نحن الآن في أحد الكمائن التي تقوم بها وحدات الرصد والمتابعة في الجيش العربي السوري والعاملة على محور السرية السلامية، خلفي مباشرة طبعا المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة. بعمق الكاميرا طبعا خلف هذه التلال تقع رسم الأحمر ورسم أبو عبد الجبار، طبعا رسم الأحمر ورسم عبد الجبار طبعا هذه المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة وتحاول من خلالها طبعا إذا ما حركنا الكاميرا بالاتجاه المعاكس أيضا نجد أن المنطقة تسمى منطقة وادي العذيب بالاتجاه الآخر طبعا، والمنطقة الأخرى كما تشاهدون الأوتستراد الدولي الذي يربط بين هذه المناطق. خلف هذه التلال مباشرة تقع عدة مناطق تسيطر عليها قرى طبعا داعش، منها رسم اليتني طبعا، وهذه المناطق تحاول من خلالها طبعا إرهابي جبهة النصرة نقل الذخيرة من أقصى الريف الشمالي طبعا للطريق باتجاه الريف الجنوبي والتي تسيطر عليها طبعا إرهابي داعش. في إطار المهمة الموكلة لنا بحماية طريق السلمية السرياء، قامت أحدى وحداتنا بنصب كمين محكم لمجموعة إرهابية مسلحة في منطقة تدعى واد العزيب. تم التصدي وقتل جميع أفراد هذه المجموعة وتدمير بكاب دفع رباعي هايلوكس وقتل 4 مسلحين كانت بداخله واغتنام 4 بندقية 4 بكسي مدفع B9 زائد رشاش 14.5. في الآونة الأخيرة أصبحت المجموعات الإرهابية المسلحة تحاول وبشكل حسيس لتهريب السلاح والذخيرة التي صارت تعاني منها بشكل كبير على جبهة تدمر. من محور أسرياء السلمية للأخبارية السورية علي شحود. مع تقدم الجيش العربي السوري في ريف حلب رصد مراسل الأخبارية السورية وليد هنايا واقع مطار الجراح العسكري بعد سيطرة الجيش العربي السوري عليه. متابعينا عبر جولتنا في الريف الشرقي، نحن وصلنا باتجاه قرى جب الماضي وابو حنايا والطنوزة وخربت اشهاب، وبالتالي هذه القرى التي استعادها الجيش العربي السوري عبر عملياته العسكريه المتسارعه باتجاه الشرق الحلبي ومطار كشيش. اذا نلاحظ واقع المقرات التابعه لتنظيم داعش الارهابي هنا في هذه المنطقه. متابعينا، وتيرة الأعمال العسكرية التي خاضها الجيش العربي السوري في الريف الشرقي من مدينة حلب هي أنتجت بالسيطرة على عدد كبير من القرى ووصولا إلى مطار كشيش العسكري. الآن نتحدث عن الأهمية لهذه النقطة. مطار كشيش هو يفصل مدينة حلب عن مدينة الرقة. أيضا النقاط التي سيطر عليها الجيش العربي السوري هي تؤمن طريق خناصر إثريا من الجهة الجنوبية منه بشكل كامل من يعني هجمات الشرسة التي تأتي من قبل التنظيم باتجاه هذا الطريق. أيضا مطار الجراح العسكري يقع بالقرب من مدينة مسكنة، هي آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في الريف الشرقي من مدينة حلب. عمليات عسكرية بحتة خاضها الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي، أدت هذه العمليات إلى مقتل وإصابة أكثر من 3000 إرهابي من تنظيم داعش، كما أيضا أدت إلى تدمير 19 دبابة لدى التنظيم وخمسة عربات BMP و11 عربة مفخخة. لهذه العمليات التي خاضها الجيش العربي السوري أهمية عسكرية كبيرة، ومنها توسيع نطاق السيطرة في الشرق من مدينة حلب، وأيضا اتخاذ الجراح العسكري كنقطة لعمليات الشرق. من مهبط الجراح العسكري وليد هناي، الإخبارية السورية.
وسيطرت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على طريق دمشق تدمر، حيث أظهرت المشاهد نقاطا لإرهابي داعش تمت السيطرة عليها. وفي عمق البادية السورية تحقق وحدات الجيش العربي السوري نجاحات متتالية وسط انهيار في صفوف إرهابي داعش، لتثبت معارك الصحراء قوة الجيش في سحق وتمزيق أحلام الإرهابيين وعزلهم. مراسلة الإخبارية شيرين العلي والتفاصيل. تكتسب منطقة البادية السورية في استراتيجية الجيش العربي السوري أهمية كبيرة، كونها تتوسط سوريا وتصل المنطقة الوسطى بالمناطق الشرقية وصولا إلى العراق. لذلك عمل الجيش على اجتثاث الإرهاب من هذه المنطقة عبر عمليات دقيقة أسفرت عن تهاوي تحصينات تنظيم داعش الإرهابي أمام ضربات الجيش وحلفائه وفرار من بقي من الإرهابيين باتجاه عمق البادية. بعد عدة أيام من انطلاق العملية العسكرية الواسعة النطاق للجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة، تمكن من السيطرة على عدة نقاط ومناطق استراتيجية في ريف حمص الشرقي والجنوبي الشرقي. أنا الآن أقف على أحد أو أولى محطات قتال التي استطاع الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة والحليفة السيطرة عليها. هنا خلفي تماما يقع سد القريتين الذي يبعد عن مدينة القريتين حوالي 10 كيلومتر جنوبا، وخلف هذه الجبال والتلال توجد منطقة المحسة أيضا، بالإضافة إلى امتداد كبير لعدة تلال أيضا استراتيجية تطل على طريق دمشق تدمر. كان هدف العملية تحرير المناطق وسحق تجمعات المسلحين في المناطق محسة، سد القريتين، جبل خنزير، الباردة، البصيرة، خنيفيس، جبل الأبتر، وقد تم تحقيق هدف ومهام العملية بنجاح. وتعد معركة السيطرة على منطقة البادية واحدة من أهم المعارك المفصلية، فبعد إشعال الجيش وحلفائه الجبهات من محاور عدة تمكن من قلب معادلة معارك الصحراء لصالحه بتقدم سريع مقابل تراجع وانكسار للإرهابيين وتيه وضياع في مساحات صحراوية وشل قدراتهم. هلا نحن متواجدين نحن هون بنقطة سريتيل الاستراتيجية المطلة على كافة النقاط التي تم سيطرة عليها من قبل الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. هي كاشفة مثلا على أكثر من نقطة تم السيطرة عليها. بعد العملية الكبرى اللي قام فيها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة مستمرة، اللي بلشت من جنوب القريتين وسيطرت على بعض النقاط مثل جبال الخنزير، و تم السيطرة على المشتل وبعض النقاط الحاكمة هون مثل عنا تلال الشهداء وتلول الخضاريات ونقطة السرياتيل بما فيها تم السيطرة عليها. بعملية خاطفة وسريعة قمنا بالهجوم على المجموعة الإرهابية بنقاط استراتيجية من هي تلة السرياتيل وتلول الشهداء اللي نحن بنسميها تلول الشهداء، هي تلة الخضاريات، والحمد لله نجحنا. بس تفاجئنا نحن بالأرض بكميات هائلة من الألغام والأبوات اللي مزروعة بالأرض. الحمد لله مجموعة الهندسة عنا قامت بتفكيكها كلها وإزالتها وتطهير المنطقة من كافة الألغام الموجودة بالمنطقة. سيطرة الجيش السوري وحلفائه على قرى الباردة والبصيري ومحطة قطار البصيري أفضت إلى إحكام السيطرة على مناجم خنيفيس للفوسفات بعد التقاء القوات المتقدمة من الشمال والجنوب في منطقة البصيري. نحن الآن في منطقة البصيري الاستراتيجية، هنا في هذه النقطة تماما التقت القوات المتقدمة من الجهة الجنوبية من جهة السين مع القوات المتقدمة من الجهة الشمالية أي من جهة القريتين والباردة، وبذلك يكون قد تم تأمين طريق دمشق تدمر. وما زالت القوات، قوات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة والرديفة معها، تتقدم باتجاه منطقة التنف.
وبهذا التقدم الميداني الهام يكون الجيش قد سحق ومزق أحلام مسلحي القلمون الشرقي بوصل بادية الشام وبادية حمص ومنطقة القلمون الشرقي بعضها ببعض، وأبعد خطر داعش عن مناطق ومساحات شاسعة من ريفي دمشق وحمص. إنجاز كبير حققه الجيش العربي السوري وحلفائه في البادية السورية، مكنه من إنهاء تواجد تنظيم داعش الإرهابي بمسافة آلاف الكيلومترات المربعة، وتأمين ظهر القوات المتقدمة جنوبا وشرقا، وإحكام الطوق على منطقة القلمون الشرقي، وإغلاق الثغرة المفتوحة بينها وبين البادية تماما. من منطقة خنيفيس جنوب غرب تدمر، شيرين العلي، الإخبارية السورية. وفي حمص تستمر وحدات الهندسة بعمليات التمشيط في حي الوعر، حيث عثرت على عدد من العبوات الناسفة التي تركتها التنظيمات الإرهابية. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل الإخبارية أسامة ديوب. نحن الآن نتواجد في أحد أبراج الجزيرة السابعة في حي الوعر، حيث تواصل وحدات الهندسة وجهات المختصة عملية تمشيط الحي من مخلفات المجموعات الإرهابية. هنا كما نلاحظ هذه المعدات التي قامت المجموعات الإرهابية بإتلافها، وهي كانت تستخدم في صناعة العبوات الناسفة. هنا نلاحظ عناصر الجهات المختصة تقوم بعملية البحث عن العبوات الناسفة والأسلحة التي قامت المجموعات الإرهابية بغمرها تحت المياه هنا في هذا البرج. أيضا هنا هذه بعض من الكميات العبوات الناسفة، طبعا هذه بعض من الكميات التي تم إخراجها من تحت المياه. كما نلاحظ هنا أسلحة متنوعة وذخائر، أيضا هنا كواتم صوت، بالإضافة إلى كمية كبيرة من العبوات الناسفة محلية الصنع. أيضا هنا عبوات ناسفة كانت تحضر لم تجهز بعد. هذه كمية أيضا من بودرة نترات الأمونيوم والتي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، وهي شديدة الانفجار. أثناء عملية التمشيط في منطقة حي الوعر عثرنا على بناء على العظم وله عدة طوابق وله قبو. فأثناء التمشيط رأينا قطع من الآلات والمخارط موضوعة ضمن المياه بالقبو، فعطينا التعليمات إلى عناصرنا فنزلت إلى المياه، فوجدنا عدة من العبوات الناسفة ومواد المتفجرة في داخل المياه، وما زلنا نحن قائمين بالعمل ضمن المياه للعثور على اكثر، لانه في عده اعداد كبيره من المواد المتفجره والعبوات الناسفه والطلقات بانواعها. جهود كبيره تبذلها وحدات الهندسه والجهات المختصه في عمليه تمشيط حي الوعر لازاله مخلفات المجموعات الارهابيه من عبوات ناسفه واسلحه وذخائر، وذلك حفاظا على حياه المواطنين. الاخباريه السوريه اسامه ديوب، حي الوعر. وفي دليل على تحسن الأوضاع في حي الوعر أقيم ماراثون جماهيري من حمص القديمة إلى الحي بمشاركة رسمية وشعبية بمناسبة إعلان الحي خاليا من الإرهاب. تقرير أيضا أسامة ديوب. من حمص القديمة إلى حي الوعر كان العنوان للماراثون الجماهيري الذي أقيم من حمص القديمة احتفالا بإعلان حي الوعر خاليا من الإرهاب وتأكيدا على حالة التعافي التي تشهدها المدينة، حيث أقيم السباق بمشاركة كبيرة من أبناء حمص وبحضور محافظ حمص طلال البرازي وفعالية رسمية. بعد تحرير حي الوعر وعودة الأمان والاستقرار إلى هذا الحي، ستشهد مدينة حمص بشكل دائم ومستمر نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وستشهد عودة الحياة الطبيعية إلى هذا الحي. الأفراح ستكون في حمص وفي كل سوريا بعد انتصارات الجيش العربي السوري في كل مكان، وعودة الأمان والاستقرار إلى كل أرجاء الجغرافيا السورية. مدينة حمص أصبحت خالية من السلاح، وندعو الجميع إلى العودة إلى المدينة وإلى ممارسة نشاطهم اليومي وحياتهم العادية. البلد إن شاء الله مستقرة، لا للسلاح، لا للدمار، لا للحرب، نعم للبناء، نعم للإعمار، نعم للمصالحة الوطنية والوحدة الوطنية. حبينا نعمل مسابقة ماراثون وأطلقنا عليها اسم من حمص القديمة إلى الوعر بعد انتهاء أزمة الوعر. الحقيقة وعملنا الدعوة، حرصنا أن نعمل دعوة عامة لا يشارك فيها أكبر عدد ممكن من أهالي مدينة حمص وبمختلف الأعمار والفئات، والحمد لله مثل ما كنا شايفين في إقبال كبير على الماراثون
كل أبناء حمص عم يشاركوا، صغار وكبار، نساء ورجال، كلهم مشاركين بهاي الفعالية الطيبة. لنقول لسوريا كلها وللعالم كله أن احنا حمص كلها وسوريا كلها إن شاء الله مات فيها شيء عنا، ونحن دعاة سلام. أنا حبيت شارك بهاي الضحية عشان أثبت للإرهاب أنه نحن ما لنا خايفين منه. حبيت شارك مشان بس عشان نثبت للعالم أنه الوعر ما فيها مسلحين، والحمد لله. راح نحاول أنه تكون بداية لترجع هالأيام الحلوة للبلد وتستقر هالبلد ونشوف الأمان والأمن بهالبلد. طبعا هاي الفعالية كتير حلوة وشارك فيها الجميع، وإن شاء الله بعود الأمن والأمان لجميع أنحاء سوريا. كتير بفتخر أنه رجعت الوعر ومبسوطة كتير لأنها كتير منطقة حلوة. الماراثون انطلق من أمام الساعة الجديدة مرورا بأحياء حمص ودوار المهندسين وصولا إلى الساحة بحي الوعر، حيث وجه المشاركون التحية للجيش العربي السوري الذي بفضل تضحيات رجاله ودماء الشهداء أعيد الأمن والأمان والاستقرار إلى مدينة السلام حمص العدية. دمرت وحدات من الجيش العربي السوري نفقا لتنظيم داعش الإرهابي بطول 60 مترا في حي الموظفين خلال عملية نوعية أدت إلى مقتل عدد من الإرهابيين وانهيار مقر لهم كانوا يتحصنون به. هذا ودمرت وحدة من الجيش العربي السوري بصاروخ موجه سيارة لتنظيم داعش تحمل مدفعا عيار 57 ملم في الثردة، وأوقعت العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب. وشملت عمليات الجيش العربي السوري على مواقع انتشار الإرهابيين في مناطق أو منطقة المعامل جنوب غرب لواء التأمين الإلكتروني على المحور الجنوبي لدير الزور ومناطق أخرى، وأسفرت عن إيقاع قتلى وخسائر في العدد. وفيما يواصل الجيش العربي السوري محاربة الإرهاب في دير الزور، يرتكب طيران ما يسمى التحالف الدولي مجازره بحق أهالي المدينة، حيث استشهد 35 مدنيا معظمهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات على الميادين جنوب شرق دير الزور. مصادر أهلية وإعلامية ذكرت أن انفجارات هزت مدينة الميادين إثر قصف طائرات حربية تابعة لما يسمى التحالف الدولي للمدينة، ما تسبب باستشهاد 35 مدنيا أغلبهم أطفال ونساء، مشيرة إلى أن غارات الطائرات استهدفت سوق المدينة ومبنى مؤلفا من 4 طوابق يقطنه مدنيون، ما أدى لدماره بشكل كامل. الساعة الأخيرة متواصلة، وننتقل من الشأن الميداني إلى الشأن السياسي. أحييكم من جديد. قالت وزارة الخارجية الروسية إن خبراء من روسيا وإيران وتركيا سيقومون برسم حدود مناطق تخفيف التوتر في سوريا، مرجحة إقامة حواجز على هذه الحدود لمنع تسلل إرهابيين إليها. رغم استمرار الحرب على الإرهاب في سوريا على أكثر من محور وجبهة، إلا أن صمود الطفق الرابع من نيسان بشأن مناطق تخفيف التوتر يبقى علامة فارقة ومؤشرا إيجابيا للمرحلة المقبلة. مذكرة اتفاق تخفيض التوتر في المناطق السورية الأربع التي تم إقرارها في اجتماع أستانا الرابعة بإمضاء روسيا وإيران وتركيا تشق طريقها إلى التنفيذ العملي مع تواتر الاجتماعات الفنية ولقاءات الخبراء من الدول الثلاث لتحديد مناطق تخفيف التوتر على الخرائط لمنع تسلل إرهابيين إليها. بالتزامن مع استمرار الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في إطار مجموعة دعم سوريا في جنيف، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد خلال مؤتمر صحفي مطول مع نظيره الصيني وانغ يي على مسألة في غاية الأهمية تتعلق بمناطق تخفيف التوتر، وهي حتمية تنسيق الدول الضامنة للاتفاق
والتي ستشارك بوظائف الرقابة مع الحكومة السورية، مشددا على أن روسيا ستساهم بصورة فعالة لتشكيل مجموعات المراقبة بأسرع ما يمكن بالتنسيق مع الحكومة السورية. فيما يتعلق بالبلدان التي ستدعى إلى توجيه عسكريها أو شرطتها من أجل القيام بوظائف الرقابة والمرور في مناطق تخفيف التوتر، فيجب عليها حتما أن تجري مشاورات بالدرجة الأولى مع حكومة الجمهورية العربية السورية، ولا يمكن للأمور أن تجري خلاف ذلك، لأن الشيء الرئيسي في سير أعمال صانع السلام هو الاتفاق مع البلد المضيف. ومع أن مجموعات العمل من الدول الضامنة الثلاث تواصل اجتماعاتها لإتمام المهمة الموكلة إليها، وهي ترسيم الحدود الخارجية لمناطق تخفيف التوتر وإقامة حواجز وفرض رقابة على هذه الحدود لمنع تسلل الإرهابيين، كما قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلا أن المسؤول الروسي أعلن أنه لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي ستقوم بضمان الأمن داخل المناطق التي يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية. انتقدت وزارة الخارجية الروسية عدم إرسال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريق الخبراء إلى محافظة إدلب للتحقق من مزاعم استخدام غاز السارين في خان شيخون بريف المدينة في الرابع من نيسان الماضي. هذا وقالت الخارجية الروسية في بيان: يبدو أن لا أحد من أمره للذهاب إلى خان شيخون للتحقق من تفاصيل قضية مدوية كهذه. وأضافت أن عدم إجراء تحقيق شامل في الحالات التي تم فيها استخدام غاز الأعصاب في سوريا يثير الشكوك في قدرة منظمة الأسلحة الكيميائية القيام بواجبها. وأكدت الخارجية الروسية أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في المنظمة عرضوا بشدة محاولات كشف حقيقة من يقف وراء الاستخدام المحتمل لغاز الأعصاب في خان شيخون. حفل تكريمي في اللاذقية لكوكب من شهداء الجيشين العربي والروسي. مراسل الإخبارية مازن محمد والتفاصيل. تعزيزا لعلاقات الأخوة والصداقة بين روسيا وسوريا وسعيا للتعريف بثقافة البلدين واحتفالا بيوم الصداقة السورية الروسية، أقام المعهد التقني للعلوم السياحية والفندقية في اللاذقية بالتعاون مع مركز التنسيق والمصالحة الروسي حفلا تكريميا لكوكبة من ذوي شهداء وجرحى الجيش العربي السوري والجيش الروسي. في الذكرى الثانية لإحياء العلاقة وأيام الثقافة الروسية السورية، وجيشنا يسطر أروع الانتصارات في عمق البادية السورية وفي ريف حلب وفي كل بقعة جغرافية من سوريا، وبالمقابل أيضا قطار المصالحات والتسوية ولم الشمل بين أبناء الوطن يسير متسارعا ليعود الوطن معافى، وبدعم الأصدقاء الروس جيشا ومصالحة بقيادة السيدين الرئيسين السيد الرئيس بشار الأسد والسيد الرئيس فلاديمير بوتين. أيام الثقافة والصداقة الروسية السورية مستمرة، وما هذا اللقاء النوعي في هذا اليوم إلا شكل من أشكال التعبير عن الوفاء للقيم النبيلة الإنسانية للوقوف إلى جانب الحق السوري من قبل الشعب والجيش والقائد الروسي السيد الرئيس فلاديمير بوتين. شكرا من القلب لكل من ساند سوريا في وقوفها أمام هذا الإرهاب الدموي التكفيري الظلامي المجرم الذي ثحق ومحق تحت الأرض على الأرض السورية تحت أقدام شرفاء سوريا والعالم أجمع. برعاية وزارة السياحة يقوم المعهد التقني للعلوم السياحية والفندقية فعالية أيام الصداقة السورية الروسية تكريما لأسر الشهداء الجيش العربي السوري وجرحى وشهداء الجيش الروسي العظيم الذي كان الصديق
الصادق في محاربة الإرهاب ووقف إلى جانب سوريا في محنته والحليف الاستراتيجي في محور الخير والحق ضد أعداء الإنسانية. ذوي الشهداء والجرحى أكدوا بأن هذه الانتصارات مستمرة بتضحيات الأبطال السوريين ودعم الأصدقاء الذين يعملون معا للدفاع عن الحق ومحاربة الإرهاب الذي اجتاحت سمومه عدة دول في هذه المنطقة. أنا قدمت ابني شهيد للوطن، لسه عندي 5 مستعد قدمه، طبعا في واحد منهم مصاب لهلا، مصاب حرب. ومع اني مصاب انا راح احاول وضل قدم اي شيء بقدر عليه حتى لو خلصت المؤامره الكونيه على بلدنا الغالي سوريا. انا مصاب وعندي 4 بالجيش اخوتي ومستعدين يقدموا ارواحهم ويضحوا كرمال هذا الوطن. رحم الله كل شهداء الوطن الغالي، الوطن غالي، قدمنا وسنقدم حتى النصر بإذن الله تعالى. وفي الختام أكد عمار أحمد مدير المعهد التقني للعلوم السياحية والفندقية في اللاذقية أن السوريين صامدون وباقون ومستمرون في نضالهم جنبا إلى جنب مع حلفائهم لتحقيق النصر وتطهير سوريا من الإرهاب. من اللاذقية مازن محمد، الإخبارية السورية. الرحمة لكل الشهداء والشفاء العاجل لجميع الجرحى. فاصل قصير ونتحول من الشأن السوري إلى الشأن العربي. أهلا بكم من جديد. منعت سلطات الكيان الصهيوني اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة عميد الأسرى السوريين والعرب المناضل صدقي المقت في السجن الذي يواصل إضرابه عن الطعام في إطار معركة الحرية والكرامة لليوم 40. هذا وقالت نهال المقت شقيقة الأسير المقت إن سلطات سجون الاحتلال العنصرية منعت اللجنة من زيارة شقيقها في السجن بشكل خاص تحت ذرائع وحجج واهية وتعمد واضح لمنع تسرب أي أخبار عن وضعه الصحي. وبينت شقيقة المقت أن ردود مندوب اللجنة عليهم لعدم قيامه بزيارة صدقي غير مقنعة وتصب في خانة الانصياع لرغبة سلطات سجون الاحتلال. وطلبت نهال المقت منظمات المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح لهم بزيارة صدقي والاطمئنان على صحته. هذا ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 40 على التوالي وسط أنباء عن نقل المئات منهم إلى المشافي لتلقي العلاج نظرا لخطورة وضعهم الصحي. يواصل الأسرى معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها والتي كانوا قد حققوها سابقا من خلال الخوض بالعديد من الأضرابات على مدار سنوات الأسرى. اللجنة الدولية للصليب الأحمر نبهت إلى أن مئات من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام دخلوا مرحلة حرجة، وفي خطوة هي الأخطر منذ بدء الإضراب بدأت مستشفيات تابعة لسلطات الاحتلال بمناقشة عملية تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك بإعازة من المستوى السياسي وإدارة سجون الكيان الصهيوني. رئيس هيئة شؤون الأسرى دعا المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى أن تتحمل مسؤوليتها قبل أن تدفع وكفة الأسرى المضربين للتوقف عن شرب الماء، خاصة أن المعلومات التي تصل خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد مدى خطورة الأوضاع الصحية التي وصل لها الأسرى. إلى ذلك تستمر الفعاليات الداعمة للأضراب، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لإسناد الأضراب دعوات إلى أداء الصلاة في الساحات العامة وإلى مسيرات باتجاه الطرق الالتفافية وبوابات السجون ونقاط الاحتكاك.
سقط عشرات المصريين الأقباط بين شهيد وجريح أثر هجوم إرهابي استهدف حافلة كانت تقل حجاج مسيحيين في محافظة المنيا بصعيد مصر. وأدانت الخارجية الروسية الهجوم الإرهابي وقالت أن هذه الحملة الشنيعة تظهر طبيعة لا إنسانية للإرهابيين الدوليين. عشرات المصريين الأقباط بين شهيد وجريح إثر هجوم إرهابي استهدف حافلة كانت تقل حجاجا في محافظة المنيا بصعيد مصر. مصادر كنسية ترجح أن تكون حصيلة الضحايا أكبر بكثير، حيث قال الأنباء أرمينا رئيس المركز الثقافي القبطي إن 35 شخصا استشهدوا بينهم أطفال وشيوخ. مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية قال إن مجهولين يستقلون 3 سيارات دفع رباعي قاموا بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه الحافلة داخل طريق فرعي صحراوي يصل إلى دير الأنبا سموئيل غرب مدينة العدوى، حيث كان الأقباط يقومون برحلة دينية من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا. بدوره قال اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد إن قوات الأمن تمشط منطقة الطريق الصحراوي الغربي في المنيا لملاحقة المجرمين الذين نفذوا الهجوم. كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اجتماع مجلس أمني مصغر لبحث تداعيات حادث المنيا. وأضافت مصادر رئاسية أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب الموقف الأمني في البلاد ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين. وإلى محاربة الإرهاب في العراق، استعادت القوات المشتركة 4 قرى وطريق سنجار البعاج غربين حية القيروان من تنظيم داعش الإرهابي. وقال إعلام الحشد الشعبي العراقي تمت السيطرة على قرى بيسكي والحاتمية وقابوسية ورمبوس غربية بعد تحرير بلدة كوجو التي تعد المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب القيروان بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين المحاصرين بداخلها، إضافة إلى السيطرة على الطريق سنجار بعاج. وفي محافظة ديالى قضت القوات العراقية على أحد متزعمي داعش أثناء مشاركته بالهجوم على أحد النقاط الأمنية شمال شرقي المحافظة. وأحبطت القوات العراقية المشتركة هجوما للإرهابيين على نقطتي مرابطة أمنية في محيط حيرة حمرين شمال شرقي بعقوبة. وإلى اليمن، فقد دمرت وحدات من الجيش اليمني ولجان الشعبية رجيمة صواريخ وآلية عسكرية لقوات النظام السعودي في عملية نوعية بقرية مجازة في عسير. وشنت وحدات متخصصة في الجيش ولجان الشعبية هجوما مباغتا على قوات النظام السعودي وأحرقت رجيمة صواريخ. وتم خلال العملية إحراق آلية عسكرية ومصرع طاقمها وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة. كما قصفت مدفعية الجيش اليمني ولجان الشعبية الطريق الرابط بين رقابة السديس وموقع نهيقة بنجران. في الشأن الدولي، أقر وزير العدل عدل النظام التركي بكير بوزداغ بعزل أكثر من 4000 قاض وممثلي ادعاء بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي. بوزداغ زعم أن عملية العزل أدت إلى تطهير القضاء من أنصار فتح الله جولن الذي يحمل النظام التركي أو يحمله النظام التركي مسؤولية محاولة الانقلاب. ويذكر أن جولن المقيم في الولايات المتحدة نفى مرارا أي صلة له بمحاولة الانقلاب، واتهم نظام أردوغان بالوقوف خلفها لتصفية خصومه ومعارضي سياساته الاستبدادية في الداخل ودعمه الإرهاب في المنطقة ولا سيما في سوريا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو لا ينفقون ما يكفي على الدفاع وإن بعضهم مدين بأموال طائلة للولايات المتحدة. لم تجري رياح قمة الناتو كما تشتهي السفن الأوروبية، فقد كانت ابتزازية من قبل ترامب عندما قال إن دول الأطلسي مدينة بأموال طائلة لأمريكا. ترامب أثار ارتباكا في نفوس نظرائه بلهجته الفظة والبعيدة عن الأسلوب الدبلوماسي عندما بدأ الحديث عن ديون الحلفاء المترتبة لأمريكا أثناء افتتاح نصب تذكاري لضحايا الإرهاب بمقر الناتو، إذ حذر من تكرار هجوم مانشستر في حال عدم وفاء أعضاء الناتو جميعهم بالتزاماتهم المالية.
وإذ اتخذ المشاركون القرار من انضمام الحلف إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وتوسيع الدعم لجهود محاربته وإنشاء وحدة خاصة بمحاربة الإرهاب، لكنهم رضخوا في نهاية المطاف لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرروا الشروع في إعداد خطط لزيادة النفقات الدفاعية. اللافت في القمة كان قرار انضمام الناتو للتحالف المناهض لداعش والذي جاء بمبادرة واشنطن التي تسعى لإيجاد قاعدة جديدة لتنسيق جهود المشاركين في عمليات التحالف في العراق وسوريا. لكن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ قال في هذا السياق أن الحلف لن يشارك في العمليات القتالية ميدانيا، لكنه سيشارك في المناقشات السياسية بين أعضاء التحالف بما في ذلك جهود التنسيق وإجراءات التدريب. إذن ترامب بدأ يفي بوعوده الانتخابية، ليس أولها استجرار الأموال الخليجية إلى الخزائن الأمريكية، ولا يكون آخرها زيادة النفقات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي. وفي الختام إليكم تذكيرا بأبرز العام. وحدات من الجيش العربي السوري تحبط محاولة تهريب سلاح من محور وادي العديب على طريق السلامية أثرية وتقضي على عدد من الإرهابي. لافروف يؤكد أن روسيا والصين لديهما الرؤية نفسها بالنسبة للأزمة في سوريا. وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسير المناضل صدقي المقد. ختام الساعة الأخبارية في العاصمة دمشق. لكم تحيات فريق العمل، وهي ساعات أو دقائق معدودة تفصلنا عن بداية أول أيام شهر رمضان المبارك. أعاده الله عليكم الخير واليمن والبركة. إلى اللقاء.